في فيلم أرض الخوف سنة 2000، أحمد زكي اتحول في مهمة الضابط يحيى لتاجر مخدرات محترف. غير اسمه، غير شكله، غير أسلوبه، غير مشيته، وحتى تسريحة شعره. اتحول لمجرم يقدر يعيش بين المجرمين والمهربين. في الوقت ده تم فصله رسميا من جهاز الشرطة واتسجن بتهمة الرشوة. في الوقت ده وبعد ما اتزرع الضابط يحيى وبقى اسمه آدم في وسط مجال تجار المخدرات بهدف فهم العالم ده والسيطرة عليه، تخيل بقى معايا إنسان سوي مسالم متعلم وغير كده وكده، فهو ضابط شرطة بيحافظ على الأمن ويطارد المجرمين. اتحول لمجرم، ومش أي مجرم عادي كمان، لأ ده مجرم مصرح له يقتل يسرق يعمل كل الجرائم. هنا بقى بنشوف الجانب السيء اللي جوه كل إنسان فينا، إزاي بينمو وبيتفاخم لما بتحين ليه الفرصة. مش بيقولك لا تدعي العفة ما لم تتعرض للفتنة؟ بتبدأ رحلة يحيى من صالة برياردو لكباريه بيدور على خيط يوصله لعالم تجار المخدرات. بدأت رحلته واستمر 20 سنة في عالم الجريمة المنظمة. إحساس الإزدواجية والتمزق يقدر يقتل أي إنسان مهما كان بالتفكير للحظة إنك بتعمل الشيء وعكسه، إحساس مؤلم وقاتل لأي إنسان يتعرض له. عدت السنين وأصبح آدم من أكبر وأغنى الرجال في عالم الجريمة، وبتربطه علاقات قوية بكبار تجار المخدرات. بيتجوز مرة واتنين وتلاتة، بيعيش حياة طويلة، بيعمل كل اللي هو عايزه، إلا إنه بيفقد نفسه. وماذا ينفع الإنسان لو كسب العالم وخسر نفسه؟ أوقات كتير بيحس بالحنين لاختيار واحد منطقي في حياته، اختيار يساوي علمه ومبادئه اللي نشأ عليهم، وكأنه عجينة شكلتها الأيام والظروف غيرت سلوكه وتصرفاته. مش بس تمثيل، لأ في الحقيقة غيرت حتى من أفكاره وقناعاته. بيفوق في الوقت اللي بيكون فيه مستهدف ومطلوب رقبته، بيرجع لصاحبه القديم وبيحكي له عن مهمته السرية، والمفاجأة ان صاحبه ده ما بيصدقهوش. بيحس وقتها انه كان لازم في وقت معين يحط نقطة ويقول كفاية كده، مش هخسر نفسي ولا مبادئي مهما كانت ظروفي ومهما تغيرت الدنيا من حواليا. بيعيش يحيى في شخصيته المهمشة في حنين واشتياق لنفسه القديمة.